لسه مكملين معاكم، وهنروح بقى دلوقتي نكمل بقيه اخبارنا. وعايزه اروح لاخر خبر مهم معانا، وهو عن الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم، واللي قدم امبارح استقالته من منصبه. طبعا ده بعد الضغوطات والتشكيك في قدراته في تطوير التحكيم في مصر، ولكن الاتحاد المصري لسه ما وافقش على الاستقاله، وهيحصل اجتماع طارئ علشان يشوفوا القرار النهائي او يشوفوا مين ممكن يكون البديل. ولحد ما ده يحصل لجنه الحكام هتستمر في عملها بشكل طبيعي بقياده محمد فاروق نائب رئيس اللجنه. مستنيين نعرف ونشوف هيحصل ايه في الساعات اللي جايه.